وبالعودة مشاهدينا إلى توجيه رئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، بينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. بنرحب حضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، ونحن نتابع دائما معدلات الإنجاز التي تشهده هذه المبادرة لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة. نتحدث عن أكثر من 1,621,000 عملية جراحية تم إجراءها حتى الآن ضمن هذه المبادرة. ما أهمية هذا القرار الآن من الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ما الذي سيفعله في معدلات الإنجاز لهذه المبادرة أستاذ جمال؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يعني تتواصل القرارات الإنسانية من القيادة السياسية المصرية والقرارات التي تأتي في الحقيقة في توقيت بالغ الأهمية وتخفف الأعباء عن المواطن سواء في مجال الصحة أو في كافة المجالات الأخرى، كيفما كنا نرصد خلال الأيام الماضية عدد كبير من القرارات الحقيقة كان لها صدى كبير جدا على يعني إسعاد الأسر المصرية. حينما نتحدث عن قوائم الانتظار فهذا إرث طويل وإرث يعني توارثناه من العقود الماضيه، ولكن هناك الان اراده سياسيه استطاعت ان تتخذ عده قرارات لانهاء قوائم الانتظار، وشفت اهتمام القياده السياسيه المصريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الامر، ويمكن قرار السيد الرئيس اليوم ايضا بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه لدعم مبادره انهاء قوائم الانتظار ايضا ياتي في هذا الاطار اهتمام القياده السياسيه بهذا الامر. يمكن الاهتمام بشكل عام بمنظومه الصحه يسير في مصر على عده محاور او محورين بشكل اساسي. المحور الاول له علاقه بالمبادرات وانهاء قوائم الانتظار او تحقيق الاهداف قصيره الامد، كما نرى الان في مثل هذه القرارات السياسيه المهمه التي تنطبع على التعكير بانهاء قوائم الانتظار. وايضا المسار الاخر له علاقه بالتاسيس القوي لمنظومه صحيه مصريه قويه تستطيع ان تصمد وان تكون في الحقيقه هي العون والسند للمواطن المصري خلال العقود القادمه، وهذا بينطبع على فكره التامين الصحي الشامل، مدينه الدواء وغيرها من يعني التطوير او غيرها من اطر التطوير التي تشمل منظومه الصحه المصريه. وبالتالي انا اعتقد ان المبادرات التي يطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء فيما يتعلق ب 100 مليون صحه والقضاء على فيروس سي او صحه المراه وغيرها من المبادرات او القوافل الطبيه التي نراها تجوب القرى والنجوع المصريه او قرار اليوم، كلها قرارات بتؤكد ان الدوله المصريه كيفما تعمل على تحقيق الاهداف طويله الامد فيما يتعلق بمنظومه الصحة بشكل عام، فيما يتعلق بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات وصناعة الدواء وغيرها. وفي كل هذه المبادرات التي ذكرتها حضرتك أستاذ جمال، عندما يتم اكتشاف أي حالة تحتاج تدخل جراحي فيتم بالفعل عمل اللازم لها، وبالتالي الدفع بالمليار جنيه في هذه المبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة للعمليات بالتأكيد سيكون لها تأثير كبير في أيضا المبادرات الأخرى. بالتأكيد يمكن كمان حضرتك بنتحدث، نعم هي ملايين الحالات ولكن ملايين الأسر أيضا، لأن كل حالة هي أسرة، كل حالة هي يعني بتمثل طوق نجاة لأسرة بالكامل، ربما هناك رب أسرة يحتاج إلى هذه العملية، وبالتالي هنا أيضا أمر يتعلق بملايين الأسر المصرية، وبالتالي قوائم الانتظار لا تتعلق فقط بالمتعلق بالحالات، ولكن من خلف هذه الحالات يعني أرقام مضاعفة هي أرقام الأسر التي تتعلق بهذه الحالة. وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذا القرار اليوم أدخل السرور والسعادة على ملايين الأسر المصرية، بيسلك صدور من كانوا ينتظرون على قوائم الانتظار أن هناك قيادة سياسية مصرية دوما بترعى منظومة الصحة ودوما هي يعني بتعمل بشكل سريع وبشكل لا بالكثير من القرارات التي تصب في صالح المواطن بشكل حقيقي وبشكل ايضا منجز. وبالتالي انا اعتقد ان المبادرات التي يطلقها السيد الرئيس او قرار اليوم او ما تشهده منظومه الصحه من تطوير كبير جدا، يمكن كان هناك اجتماع منذ ايام قليله مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا وزير الصحه والقائمين على هذه المنظومه، وراينا كيف هناك اهتمام بتطوير معهد ناصر وتحويله الى مركز طبي عالمي وغيرها من المنشآت الطبية الأخرى. وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة المصرية الآن في مرحلة بناء الإنسان، مرحلة بناء الإنسان التي تعتمد بشكل كبير جدا على تطوير الخدمات المقدمة لهذا الإنسان سواء كانت خدمات طبية أو تعليمية أو حتى خدمات اجتماعية ومساندة وغيرها من القرارات التي نراها الآن ضمن هذا المجال. وبالتالي أنا أعتقد أنه قرار في غاية الأهمية وبيكمل القرارات الأخرى التي يصدرها السيد الرئيس تباعا لتخفيف تبعات بعض الأعباء عن المواطن المصري خاصة في ظل هذا الظرف العالمي الراهن.
شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي جمال رائف، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه المداخلة.